اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك وترحم على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أفلح من يصلي على الرسول وآل الرسول، يا مستمعين ويا مؤمنين، النظام النظام، صلوا على البدر التمام محمد صلى الله، أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد، صلوات علي بن أبي طالب، صلوات فاطمة الزهراء، صلوات الحسن والحسين، صلوات زين العابدين، صلوات أئمة المعصومين، صلوات والخضر يا أبو محمد، صلوات وصاحب العصر والزمان، إلهي عجل، أفضل الصلاة والسلام عليك، صل على محمد، صل على محمد محمد وآل محمد، صلوات صلي وسلم عليه، صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي مولاي ومولى الكونين ونور العينين، يا رسول الله، أفهل طائل المديح موفٍ مدح من عنه قاصر كل وصف، ملجأ الخاطئين أمنع كهف، معقل الخائفين من كل خوف، أوفر العور ذمة أوفاها،
ليس يعدو ليس يعدو فعل الورى ناظريه مفرد جمعها عيال عليه علم عود كل علم إليه مصدر العلم ليس إلا لديه خبر الكائنات من مبتداها كلا عن كن ذاته كل نبلين كلا عن كن ذاته كل نبل وتحامى عن دركه كل عقل ملكت كفه الوجود ببذل ملك ملك يحتوي ممالك فضل غير محدودة جهات علاها جل رب جل رب أبان ما لم يبنه بنبي فيض الهدى فاض عنه فهو والرسل بالعلا لم يزنه علم علم تلحظ العوالم منه خير ما حل أرضها وسماها يا آل بيت رسول الله حبكم فرض فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له ماذا يقول المادحون بوصفهم وهم السرات خلائف المختار ضربت قباب فخارهم وسموهم بين البتول الطهر والكرار تطل علينا في مثل هذه الليلة مناسبة عطرة تجل أهل ذلك البيت
الطاهر من آل رسول الله صلى الله عليه وآله. وما هذه المناسبة؟ ولادة سيدتنا فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر صاحب السجدة الطويلة صلوات الله وسلامه عليه، وتكون أختا لمولانا الرضا عليه السلام من أم واحدة، كما يكون أخوها سيدنا القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. فتولدت من أبوين طاهرين نقيين مما لا أحد يستطيع أن ينال من شأنهما، لأن الله يعلم حيث يجعل رسالته. فأكو هناك من المغرضين الذين لا يقوون على فضائل أهل البيت عليهم السلام فيصطادون في الماء العكر. مرة من المرات واحد من المؤمنين يقول: ماذا نقول يا هذا؟ فهناك في أعمالنا ممن يغرض لآل البيت كأنما هم مطلعون على الكتب وصفحات التاريخ في شأن أهل البيت، مو للعلم والاتزان والاستقامة، وإنما للنيل منهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. فماذا يقول؟ يعيرنا ويقول: أنكم أنتم توالون أئمة أغلب أمهاتهم إماء جواري. تعال بويا، أنت تعرف من هي هاي الجارية؟ من هذه الأمة؟ رب أمة خير من حرة. جاينا من الحرات؟ إذا كانت الواحدة والعياذ بالله متفسخة عن دينها، غير ملتزمة، هذا لا يعطي معنى لوجودها وكيانها أن تكون امرأة مرموقة. والمعيار عند الله سبحانه وتعالى التقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فكيف بأم لإمام معصوم؟ ها؟ ولسيدة مثل سيدتنا فاطمة المعصومة. فنرد عليه ونقول: اتركه لزمانه، هذا الذي لا يفقه شيئا من أمر آل رسول الله، كما يقولون أمرنا أمر مستصعب لا يحتمله إلا مؤمن محن الله قلبه بالإيمان. هذا مو مؤمن، تركه لزمانه، شوف ماذا يصنع به زمانه. لأن من ينال من شأن أولياء الله فالله ينال منه، لأن الله سبحانه وتعالى يتآذى بحصول المؤاذات إلى أوليائه. إذا أوذي ولي من أوليائه تتحول هذه المؤاذات إلى الله، تمس الله، تمس الحضرة القدسية. خب، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من أهان مؤمنا أو من أهان عالما. خب، العالم بيكون مؤمن والمؤمن بيكون عالم. مضمون قوله صلى الله عليه وآله: أهانه الله، اللي يهين المؤمن أو يهين العالم يهينه الله عز وجل.
فكيف بالمهان؟ إمام مفترض الطاعة، ها؟ تنال منه أولئك الذين تبنوا خط الخوارج. خط الخوارج من هم؟ التكفيريون في زماننا وفي كل الأزمنة، مجتهدون على هدم قبب الآل عليهم أفضل الصلاة والسلام. لو لم تكن هناك يعني رجال الله تتصدى لهم لكان هذه المحافل وغير المحافل والمشاهد لا تسلم منهم ومن أفعالهم. لكن يأبى الله إلا أن يتم نور ولو كره المشركون، معلن أن الله سبحانه وتعالى قيض لهذا الدين مثل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله فسددهم، ها، وأنجح إطروحتهم. لو لم تكن ناجحة ما كانت تصلنا في زماننا وفي يومنا هذا. محافل، مجالس تعقد في كل أرجاء المعمورة على حسابهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن أجل ماذا؟ من أجل صلاح هذا الإنسان أن يصلح شأنه في الدنيا والآخرة، أن يستقيم لله ويعرف حق الله في هذا الوجود. ولا لماذا نحن نكلف أنفسنا ونجتهد على جمع شملنا في أن نحضر على أن نستمع رثاء أو مدحا؟ إحنا مأمورين بذلك، مأمورين من الله عز وجل. فإن الله يرغب أن يراك أيها المؤمن مستمعا وخطيبا وعالما تجدد العهد والولاء لآل رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه المحافل في حال جلوسك فيها ترضي الله، ما من إنسان يجلس فيها إلا وقد وعى قلبه. تحيي القلوب، تحيي القلوب وتتسع المدارك، وما وصلنا عنهم إلا النزر مع الأسف. لماذا؟ لتكالب الأمور واجتهاد المبطلين والشياطين، شياطين الإنس والجن، على إفساد هذا الطريق على الناس من أن تخطه لتعرف حقها ومستحقها في هذا الوجود وتعرف أهل الحق فتتبعه. فيقول إمامنا الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام: رحم الله امرئا يتعلم علومنا ويعلمها الناس، أما والله لو علمت الناس محاسن كلامنا لاتبعونا. ويقول النبي صلى الله عليه وآله: لولا الشياطين التي تحول بين المرء وخالقه لكان يبصر هذا الملكوت الأعلى، يرى من روح وملائكة. لكن الشياطين تقف للعباد، شنو شغلة الشيطان؟ أن يفسد عليه هذا الطريق وهذا الالتزام. ولماذا تحيي هذه الذكريات وتعيدها من مئات السنين حتى تجدد لهذا الإنسان فكرة في أن يتراجع عن غيه ويستقيم إلى الله ويتبع ملة محمد صلى الله عليه وآله ويأخذ بعزتهم صلوات الله وسلامه عليهم؟ إذا نجد أن سيدتنا فاطمة المعصومة عرفت في التاريخ وسطر لها ما يحفظ شأنها ومكانتها عبر قنوات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وأئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أشادوا بفضلها
أربعة من الأئمة يشيدون بفضلها وجلال قدرها ويؤكدون على زيارتها. من زارها فله الجنة، من زارها كأنما زار أخاها الرضا صلوات الله وسلامه عليه. ومن يزور الرضا ولم يزرها فقد جفاها، فعليه أن ينتبه لهذا الشأن، فإن لها مقام رفيع. لقد قال في حقها أبوها الكاظم عليه السلام: فداها أبوها. متى قالها؟ لما أن أجابت على مسائل الشيعة الجماعة التي جاءت تطلب الإمام الكاظم والرضا عليهما أفضل الصلاة والسلام، فلم تجد أئمتها، فعز على سيدتنا فاطمة المعصومة ذلك إلا أن تجيب على مسائلهم وفاقا لرأي أبيها وأخيها. ولما التقوا بالإمامين أخبروهما بمجيئهم أنهم جاءوا ليطلبوا المسألة، فأجابتهم ابنتهم وكريمتهم السيدة فاطمة المعصومة. ولما نظر إلى صحفهم الإمام الكاظم عليه السلام والرضا صلوات الله وسلامه عليه على تلك المسائل في إجابتها، عجب من أمرها وقال: فداها أبوها. كان كلامها طبقا لكلام المعصوم، وقد أسميت بفاطمة المعصومة لا لكي أنها من المعصومات من أهل العصمة، يعني المعدودين 14 معصوم، لا، ولكن للأجواء التي عاشتها وتربت فيها، أنها من أهل بيت العصمة، أضفت عليها عصمتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام هذه الروح الروحانية، يعني الأجواء الروحانية، جعلتها في عداد ذلك البيت في عصمتهم، فعرفت من تقواها واستقامتها. ماذا أقول أنا الضعيف في كلامي في حق فاطمة المعصومة الذي يقول في حقها الإمام الصادق والكاظم والجواد والرضا؟ مولانا الذي يعرفنا بها هو المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، ونحن على مقتضى حالنا نقتفي الأثر من خلال الاطلاع على صفحات التاريخ ما نجده مسطر في حقهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولا ماهيتها لا يعرفها إلا الله والأئمة الأطهار عليهم السلام. فتولدت من أبوين طاهرين نقيين زكيين، فأبوها الإمام الكاظم عليه السلام الذي ينتهي نسبه إلى المصطفى محمد، من ذلك العمود النسبي الطاهر لرسول الله صلى الله عليه وآله، نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا. ما يمكن لأحد
أن ينال من ذلك النسب الطاهر حتى يحط من قدرها وقدر آبائها الطيبين الطاهرين. قلت لك على أن من ينال منهم عليهم أفضل الصلاة والسلام من كفره وجحده ولعدم إيمانه ومعرفته بأبناء الرسول صلى الله عليه وآله أهل بيت العصمة، فيقول شططا. وأما أمها فهي الزكية المعظمة التي تسمى بنجمة ولها أسماء أخر وتسمى بالطاهرة، وكما تسمى بتكتم أو تكتم، تكتم أو تكتم يعني أنها مكتوم أمرها. لما أرادها الإمام الكاظم عليه السلام رأى في منامه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وأباه الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد نشرت له قطعة من القماش عليها صورة تلك الجارية، ودعاه جده أن يجتهد في الحصول عليها عند النخاس آنذاك الذين يبيعون الجواري. وبالفعل أن إمامنا توجه مع أحد أصحابه للحصول عليها، فقال لذلك النخاس من أهل المغرب: أعرض علينا بضاعتك، ما عندك من الجواري؟ عرض عليه جوار كثر ما يقارب نقول يعني 8 أو 9، إلا أن الإمام سلام الله عليه قال له: نريد المزيد. قال: ما عندي. قال: بلى عندك. فقال له: عندي واحدة مريضة، ادعى أنها مريضة يريد أن يخفي أمرها، ولعله أنه مطلع على أمر في حقها. بالفعل أنه رأته امرأة عجوز، وقالت له لما نظرت إلى تلك الوصيفة: ألك هذه الوصيفة؟ فقال: بلى هي لي. قالت: لا والله، فإنها لا تكون لك، سرعان ما أن يأتيك من يطلبها وتكون له من هو أفضل الخلق، وتلد إليه من خيرة أهل الأرض من يخلفه، يعني شأنه عظيم. فلذلك كان يتستر عليها. قال: هي هاي المريضة، نريد نراها. فبالغ في أمرها في أجرها، إلا أن الإمام سلام الله عليه تركه، ومن ثم دعا بصاحبه من كان معه وقال له: أن امضي إلى الرجل واسأله عن الجارية، وهذا مبلغ قيمتها، فإنه سيدفعها إليك، صر عليه أنك تريدها بالمبلغ الذي يريده، ويكون المبلغ هو هذا اللي دفعه الإمام سلام الله عليه. روما للاختصار، الحاصل أنه جاء إليه وطلب تلك الجارية ودفع له المبلغ، إلى أنه سأله: من هذا؟ قال: هذا راهب بني هاشم.
هذا من بني هاشم من رجالاتها أكثر ما عندي، وما شأنك وما تريد؟ قال لتعلم أن هذه المرأة أو هذه الجارية حصلت لي حادثة معها، بأن امرأة قالت لي والله لا تكون لك حتى تكون في يد رجل له شأن عظيم، تلد له نعم من الولد غلاما يخلفه ويكون نعم عظيما على أهل الأرض، تدين له مشارقها ومغاربها، يدين إليه المشرق والمغرب. الحاصل هي التي ذكرناها نجمة وتكتم والطاهرة. ولما أن أصبحت في بيت إمامنا عليه أفضل الصلاة والسلام وهبتها حميدة المصفات كما أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وآله، قال لها يا حميدة هبي جاريتك نجمة إلى ابنك الإمام موسى فإنها ستلد إليه غلاما عظيما. وكان الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ومن ثم تلد إليه سيدتنا صاحبة هذه الليلة العظيمة وهي فاطمة المعصومة. وكان يوم ولادتها غرة ذي الحج غرة ذي القعدة لسنة 173 للهجرة، يعني بينها وبين إمامنا الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام ما يقارب 25 عام، كم أن الرضا ينتظرها على أحر من الجمر. ولما أن علقت أمها بنورها سيدتنا فاطمة المعصومة تهلل وجهها نورا وازداد إشراقا من ذلك النور المحمدي بعلو مقامها، وما كانت لتشعر بآلام حملها ولا أوجاعه كما يحصل عند نسائنا وبناتنا ونساء المؤمنين والمؤمنات، ها عند المؤمنات لا يحصل لهم مثل ما يحصل عند نساء البشر، هذه من خصوصياتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. إن الله يريد أن يوضح دور أهل البيت وعصمة أهل البيت وعترة رسول الله صلى الله عليه وآله، أن الريادية لهم، فخصهم بمثل هذه الخصوصيات. ولما أن اكتمل حملها، غير أنها تشعر بالتسبيح والتهليل والتقديس ينبعث من أحشائها، بعد هذا نور، نور الله المتجلي في آل رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي إرادة الله، ولا ترد لله إرادة أن يقيض لهذا الدين مثل سيدتنا فاطمة تكون مناصرة لأخيها الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. ولما أن اكتمل حملها وأراد الله أن يخرجها من مكنون علمه إلى واقع الوجود، أعد لها مثل هذه الليلة، ليلة عظيمة مباركة على آل رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى المسلمين والمؤمنين وشيعتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فبينما هي كذلك تنتظر الساعة المباركة
في حال اكتمال حملها إذ جاءها الطلق آذنا بالولادة، فإذا بها قد وضعت بحفيدة النبي محمد أفضل الصلاة. محمد وآل محمد صلوات، علي بن أبي طالب صلوات، فاطمة الزهراء صلوات، الحسن والحسين صلوات، زين العابدين صلوات، أئمة المعصومين صلوات، والخضر يا أبو محمد صلوات، وصاحب العصر والزمان إلهي عجل أفضل الصلاة والسلام عليك. صل على محمد، صل على محمد، محمد وآل محمد صلوات، صلي وسلم عليه صلوات. وقعت من أحشاء أمها طاهرة مطهرة نقية زكية ميمونة. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك وترحم على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أفلح من يصلي على الرسول وآل الرسول، يا مستمعين ويا مؤمنين، النظام النظام، صلوا على البدر التمام محمد صلى الله. ولما أنشع ذكر ولادتها في بيتها وفي أهلها، استر إمامنا الكاظم عليه السلام وكذلك إمامنا الرضا وصيا رسول الله محمد صلى الله. إذ جاء إمامنا الكاظم عليه السلام حتى يلقي بناظريه على أمه سيدتنا فاطمة المعصومة، فيهنئها بذلك بتلك المولودة الميمونة، قدست أم ولدتها، ولدتها طاهرة مطهرة، ثم أخذها وضمها إلى صدره وعلاها قبلة على وجنتيها، ثم أجرى لها مراسيم الولادة، فأذن في أذنها اليمنى ثم أقام في اليسرى، فأول ما يطرق مسامع سيدتنا فاطمة المعصومة قول الله أكبر. مولاي ومولى الكونين ونور العينين، يا رسول الله، وتجلت وتجلت في الذكر آيات صدقين أنزلت في إمامة الأمناء، فاقتطفنا من حقلها زاهرات عطرت بالعبير دنيا ال
الولاء. صلي وسلم والله على محمد نوريتي شعشع بارض المدينة أو حدار وصينة أو ابنة نبينا والي وسلم والله 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 يا حبذا دوحة في الخلد نابتة ما مثلها نبتت في الخلد من شجري المصطفى أصلها والفرع فاطمة ثم اللقاح علي سيد البشر. صلي وسلم على محمد نوريتي شعشع بارض المدينة أو حدار وصينة أو ابنة نبينا والي وسلم والله والله والله. والهاشميان صبطاه لها ثمر والشيعة الورق الملتف بالثمر هذا مقال رسول الله جاء به أهل الرواية في الواضح من الخبر. ارفع ايدك. إني بحبهم أرجو النجاة غدا والفوز مع زمرتين من أحسن الزمر. صلي وسلم على محمد نوريتي شعشع بارض المدينة أو حدار وصينة أو ابنة نبينا والي وسلم والله والله والله. أفضل الصلاة والسلام عليك محمد وآل محمد صلوات علي بن أبي طالب صلوات.